طيب شاركوا نسحب التاج. يلا غششني. حط من بامية معه. في طبخة بامية. طيب نسحب التاج. يا كنت جاي رجع. الحماية كنا ديما. في زبط الرجاء. زبط الموضوع. زبط الموضوع. أنتوا أسحب. نسحب التاج. نسحب التاج يلا. جيل فكرة. طب أنا نسحبه بيده ولا رجله؟ والله حلو أضحك يا حرامي. فقرة أربعة فقرة أربعة. نسحب التاج. يلا. توكل على. براسه ولا بيده؟ كل كذا ول طلق ربي ما بروح فيها. يلا خذ فرشك معك. عطني زوم اللي هنا يدمع على الكمر. انت رجع محمد ايش عنده بداخل الحين؟ اي صح ترى عادل. اي عادل عادل دقيقه عندي مداخله لو سمحت. وش انا جبت حمضيات يعني حمضيات اللي حاطها الثلج. اعطينا راح داخل غرفه جاب وين ارفعك ور زايد بن ناجي فايز من اليوم. فايز من اليوم 200 نقطة من التاج. نتوقع توقع انا اتوقع انا من توقع حاتم انا من توقع في حال عبد العزيز الاسلم. ساهر باقي عندنا والله يبيض وجهي. باقي عندنا اثنين من التاج واحد على السؤال. يلا نعمه بعد حي. يلا سمي بسم الله وزعها في اربع وجه نقول طارت اعلان بالعام. ليه كذا ليه كذا ليه كذا ليه كذا. يلا يلا سمي بسم الله ورع انت وياه جد الله. وش قاعد تسوون؟ ايش تبين؟ وش قاعد تسوون؟ ايش تبي؟ ايش تبي؟ لا 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 ايش تبي؟ لا 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 تجي على غفو ما تشوف بحان عاقل. ليه؟ ليش فيهم؟ ايش فيكم انتم؟ ايش فيكم؟ ايش فيك انت؟ ها؟ اقعد يا مال الله خليك. طيب 200 نقطة. 200 نقطة. لمن؟ الحين خذيت خل الاخوي ها؟ حاتم ولا عبد العزيز؟ ولا عبد العزيز ولا زايد؟ زايد ولا فيحان؟ فيحان ولا زايد؟ زايد ولا حاتم؟ زايد بن ناجية. اشكركم جمهوري العزيز. شكرا شكرا يبا الله يجيكم. باقي اجلس خل الكاميرا تجيبني. شكرا شكرا. باقي عندنا واحد. باقي سؤال. يلا باقي سؤال الجمهور وسؤال سؤال الجمهور. اي عادل عادل تعال هنا غششني بس. لا ما بي جمهور يجاوب عنك. جمهور يجاوب. طيب غششني غششني وانا بعلم اللي جاب النقاط. في 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 خاطري قد لي يوم يعني ابو ناقي. طيب مش طلعت انت بعدين تقول باقي 200 نقطة وباقي السؤال. باقي 200 نقطة من السؤال من بعد اسم واحد من الخيارات. بعدها وبعدها كيف تقول؟ اقطع لي اسم نوع. حسبي الله عنهم يا اخوات. نسحب نسحب يلا. لا لا يوقف لا يوقف. قل لي وقف يا زايد. وقف علمني علمني يا ابو راقي. علمني هذا علمني يا ابو راقي. علمني عشان علمتك يا برونك. هذا اعلان اعلان ولا جاي اسمي وتعديت يا برونك يعني. والله انه اعلان. ها والله اعلان. حلال اني ارجع من فوق. ها انا زعلت يا برونك. والله يا رجل شباب ما بارد. خلني اعلن الاسم اللي بيتك يا برونك. ها والله اعلان بعد. والله انزل تحت انزل روح يا ربي. اعطي على اسمي ثلاث مرات والله العظيم. ها والله اني اشوف شاء الله. والله طلع اسمي ثلاث مرات. يا ما شاء الله ما شاء الله. من الجسية الزايدة خلصنا يا رحمة. ما ابي اقول عشان ما تقول الكلمة ذي بس عاد قلتها. انت صحيح ان عندك جمهور. يا ما تاج اثنين خلاص. يا ما استغربت حاجة. ورب البيت ها اني ضاغط كذا. والله يا عيال انه على اسمي هذا الرابع. يا ما استغربت حاجة. عادل عادل الشيخ ومعاوني في المطبخ. ها
حلوه جحد عني ضحكتك والله ما طيب 200 نقطه علمني تكتب وراقي 200 نقطه علمني وراقي 200 نقطه اوبا بابا بابا الى اجلس بعلمك اجلس بعلمك باقي عندي سحب على سؤال واحد دقيقه بعلمك اي بعلمك اياه 200 نقطه المن يا زايد الفيحان ولا حاتم حاتم ولا فيحان فيحان ولا حاتم ولا زايد يمكن لك ممكن زايد ولا عز عز ولا زايد مين يا عاد بن ناقي حاتم الحربي صار 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 ترى مدى النقطة ترى مدى النقطة وانت كل مشوارك عسى الله يعوض امك يعوض ابوك الحمد لله انا عليهم عيال الغير الحمد لله المدرب يعطيك اياها من البداية يا ابوك والله المدرب يعطيك اياها من البداية يا ابوك بسم الله عليك بسم الله عليك وحيد وجالس الحالي ايا ويلي طيب مدير البحر يا جول وحيد وجالس الحالي لا يدعي كهرباء طيب سؤال غدوه اليوم فاكهة تشمل العديد من انواع الصبار اكتب الاجابه في تاكسي كريبتوس 70 مع اضافه